حوادث حصلت بألعاب المتنزهات. أكشن بارك يبقى من الغريب صمود ذلك المتنزه أمام سلسلة من الحوادث المفجعة فيه تسببت بها قطارات غير آمنة، كانت نتيجتها 6 وفيات على الأقل ولأسباب مختلفة كنوبة قلبية أو التكهرب أو الغرق. وفي إحدى الحوادث قتل رجل أثناء ركوبه بعربة قطار انحرفت عن مسارها ليصطدم رأسه مباشرة بإحدى الصخور فيتحطم. بحيرة داريان، أحد الجنود السابقين في القوات الأمريكية جيمس هاكملر شارك بحرب العراق ليعود منها مبتور الساقين، فأراد التحدي وإظهار عدم خوفه من ركوب أحد قطارات المتنزه السريعة والمرتفعة. وبعد حصوله على تأكيدات عن أمان مشاركته ركب بمقدمة القطار، إلا أنه انزلق عند أول انحدار للقطار ليسقط منه ويلقى حتفه مباشرة، فلم يكن حزام الأمان أو قضيب المركبة الحديدي كافيين لحمايته من تلك المغامرة المتهورة. قطار سايكلون في جزيرة كوني، مع عدة حوادث مميتة تسبب بها ذلك القطار، إلا أنه ما زال من أشهر معالم تلك الجزيرة. ففي الثمانينات تعرض شخصان للموت بسبب السلوك المتهور لبعض الركاب الآخرين. وفي تموز عام 2007 شارك كيث شيراسوا البالغ من العمر 53 سنة بجولة في القطار ليشعر بعدها بتنميل في أصابعه، فشخصت المستشفى حالته على أنها كسر في رقبته لتتسبب بموته بعد عدة أيام من مضاعفات إصابته. باف ليتل دراغون في متنزه ليغون، ليست قطارات الموت هي وحدها المتسببة بالحوادث المؤلمة، فحتى ألعاب الصغار تحتاج أقصى درجات الأمان. ففي ذلك المتنزه وفي عام 1989 استطاع الطفل رايان بيكتسيد البالغ من العمر 6 سنوات فقط بتحرير نفسه من وسائل السلامة بمركبة ألعاب للصغار، فبعد سيرها بقليل نهض واقفا ليفقد توازنه فيسقط من العربة، إلا أن سقوطه لم يكن مؤذيا بسبب الارتفاع المنخفض نسبيا، لكن محاولته تسلق السكة تصادفت مع وصول عربة أخرى لتصدمه فتسقطه ميتا. لعبة سوبرمان في منتزه الأعلام الستة في كنتاكي، تلك اللعبة عبارة عن عربات تهوي بشكل عامودي من ارتفاع شاهق، والتي اعتمدت فكرتها من شخصية دكتور أوكتوبوس بفيلم سبايدر مان. ففي عام 2007 قامت عدة فتيات أثناء تجربتهم تلك اللعبة بالصراخ مذعورين بعد ملاحظتهم تكسر الروابط الداعمة للقطار، لتبدأ المركبة بالتأرجح، إلا أن صراخاتهم العالية المطالبة بإيقاف المركبة لم تصل إلى مسمع المراقبين حتى انفصلت عن سكتها لتهوي بهم، مما أدى لجرح العديد منهن وبتر ساقي إحدى. فلايت كوماندر في كينغ آيلاند، ذاع صيت ذلك المتنزه مع شائعات ارتبطت به على أنه مسكون بالأشباح. تلك الشائعات كانت بمثابة دعاية مجانية تجاه من يحبون التحدي والغموض، أما أسبابها فكانت بناء على حادثتين وقعتا في المتنزه. فبسنة 1991 واجه الموت كل من ويليام هيثكوت وموظف المتنزه دارن روبرتسون بعد تعرضهم لماس كهربائي أثناء محاولتهم إنقاذ أحد الزوار وإخراجه من بركة الماء. وبعد مرور ساعة تمام قتلت كاندي تايلر البالغة من العمر 32 عاما بعد أن وقعت من إحدى عربات لعبة فلايت كوماندر. وعلى الرغم من تلك المأساة، إلا أنها تحولت لشائعات أبقت على استمرارية المتنزه. فوجن راجن الثاني في إكسبولاند في أوساكا في اليابان، وعلى مدار 37 سنة اشتهر ذلك المتنزه بامتلاكه 40 لعبة جاذبة للانتباه، حتى وقعت المأساة عام 2007 عندما خرج قطار عن مساره متسببا بمقتل طالب جامعي يبلغ من العمر 19 عاما بالإضافة لجرح 19 آخرين. بعد التحقيق تم الكشف عن سبب الحادث الذي يعود لكسر بمحور عجلة القطار والذي لم يستبدل خلال 15 عاما، أدى ذلك لإغلاق المتنزه مدة شهر ليعاد فتح أبوابه، إلا أن قلة مرتاديه بعدها أدى لإغلاقه نهائيا. بيك ديبر في باترسي فان فير يمتلك أسوأ سمعة بعد تسبب القطارات فيه بأسوأ المآسي في إنجلترا. ففي عام 1972 جذب القطار الخشبي بيك ديبر الانتباه في المتنزه وذاع صيته حينها،
ضعف مساراته تطلبت المتابعة المتواصلة له ومستوى دقيق بالتصليح أو الصيانة. مع كل ذلك بالعام ذاته في أيار تقطعت الحبال الرابطة للمركبات، ومع تعطل المكابح المانعة لرجوعه أيضا هوت باتجاه الحائط ليتحطم بعضها مباشرة، متسببة بمقتل 5 أطفال وإصابة 13 آخرين. الإهمال الذي تسبب بتلك الكارثة أدى لإغلاق المتنزه مدة 2 سنين.